Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak Mari kita awali mengaji Al-Quran kita Dengan membaca Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim Surah Al-Baqarah Ayat 16 Sampai dengan ayat 20 Ula الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت جارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون اصابعهم في اذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف ابصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ان الله <سؤال> على كل شيء قدير سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك